الاهلي اتظلم النهارده شويه في المباراه، كان في هدف يعني صحيح 100% احرزه مؤمن زكريا، صحيح 100% ما فيهوش حاجه خالص، وحكم المباراه يوسف السريري الحكم التونسي لغى الهدف، وايضا مساعد الحكم الثاني اسمه يامن ملوشي حكام تونسيين لغوا هدف صحيح للنادي الاهلي، رغم النادي الاهلي برضه لسه مش في حالته. لكن انا فوجئت ان نادي الوداد فريق عادي، يعني مش فريق اللي هو قوي جدا او اللي احنا نخاف منه سواء اهلي او زمالك، لكن فريق عادي، ورغم كده الاهلي ما قدرش يتغلب عليه او يتخطى النهارده الوداد، وكده بقت فرصه الاهلي صعبه جدا جدا، لازم الاهلي يكسب الثلاث ماتشات اللي جايين ومنهم ماتشين خارج مصر، يعني ماتش مع الوداد الماتش الجاي في المغرب ان شاء الله يوم 28، وايضا هيبقى في ماتش مع اسك في الكوديفوار، وبعدين في ماتش زيسكو في القاهره باذن الله، ماتش زيسكو اللي هو الفريق الزامبي، ولكن النادي الاهلي دلوقتي عنده نقطه فلازم يكسب الثلاث ماتشات اللي جايين عشان يقدر يبقى عنده فرصه في تكمله المشوار والصعود للدور قبل النهائي. طبعا الامور بتتصعب اكتر، فهنتكلم في الحاجات دي كلها، وهنتكلم برضه في اخبارنا النهارده، لكن طبعا